عارفه نوها، انا سمعت جمله لشاعر عظيم قوي بتقول قطمه احسن من نحته. ده فعلا في شاعر عارف يقول كده؟ ده معناها ايه؟ معناها يعني ان الواحد المفروض ما يفضلش ماهد كتير ويدخل في الموضوع على طول. لما تدخل في الموضوع على طول. انا بحبك. انت قلت لي الشاعر ده اسمه ايه؟ هو مش شاعر قوي يعني، وبصراحه انا شفتها على ظهر ميكروباص فعجبتني. مين؟ ده بابا، هتلاقيه بيطمن عليا عشان قلت له اني قاعده معاك. ده انت قايله له بقى عشان تدبسيني وكده. ماشي ماشي، انا موافق. عامه اتفضل. ايوه يا بابا. هو هلال كامل مش ناوي يتلم ولا ايه؟ سعادتك انا ماليش علاقه بيه. تمشوش بنته؟ يعني تقدر تخرسه؟ يا اخي حال القرشين اللي انت بتكسبهم من ورانا والصفقات اللي بنساعدك تعملها وخدت منها ملايين. انا سعادتك طول عمري راهن اشاره سعادتك. قدامك حال من اتنين، يا اما تسكته انت يا اما احنا هنسكته بطريقتنا، بس ساعتها بقى هتكون انت الضحيه، كل ملفاتك القديمه هتظهر. حاضر يا فندم، انا هتصرف. هتصرف. سلام. جابر، جابر. ايوه يا استاذ هلال. مين اللي جاب الظرف ده هنا؟ في واحد جابه وسابه لحضرتك هنا وسألته انت مين؟ قال لي الأستاذ لما يجي هيعرف. طب روح انت. ماشي يا باشا. حصل من عصام ده مصيبة. بعد كده أولياء الأمور عمرهم ما هيثقوا فينا. وإحنا مالنا يا أستاذ علي؟ وهو يعني علشان في مدرس طلع مش كويس فكلنا نتاخد بذنبه؟ من حق أهل البنات إنهم يخافوا ويقلقوا كمان. أنا نبهتكم قبل كده من علاقة عصام بالبنات ومفيش حد فيكم صدقني، لولا جت ولية أمر وفضحته ما كناش هنعرف. إحنا برضو ما كناش نعرف إن الموضوع ممكن يوصل لكده. الحمد لله إنهم وقفوه خالص عن التدريس. لأن ده ما ينفعش يبقى مدرس من الأساس. ولا يؤتمن على بنات الناس. بقى منا يطلع منها كل ده؟ دي طلعت مش سهله، لو عامله لنا فيها الخجوله اللي بتتكسف. اهي جايه، انا مش هينفع اقف معاها على فكره. عينا ده. هي ده متضايق مني ولا ايه؟ اصلها عرفت موضوعك انت وعصام. وهي عرفت منين؟ هو مش هي بس اللي عرفت، اكتشلي المدرسه كلها عرفت. منا سوري انا مش هينفع افضل واقفه معاكي. Thank you.
تنازلت أنا محروس سيد أبو سعد عن كليتي لمستشفى الحياة، وذلك بمحض إرادتي دون إكراه أو ضغوط من أي شخص كان. دي قضية بنتك، كانت بتاخد الناس الغلابة وتستغل فقرهم وتمضيهم على التنازلات عن بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي، وطبعا معظم كان بيبقى مصيره الموت في الآخر. وقلنا بما انك بتهاجم الفساد نجيب لك قضية جديدة لفاسد جديد تكشفه. بنتك غادة. عجبك الموقف اللي انت حاطط نفسك فيه ده؟ مش مكسوف من نفسك؟ ها؟ عامل فيها دون جوان، ها؟ بدل ما تدرس البنات بالتربية والأدب راح تعلمهم قلة الأدب، مش كده؟ انت فعلاً عملت كده عصام؟ وترد على أختك مكسوف؟ يرد ايه؟ ولا حيعيد ايه؟ ها؟ ما كل حاجة واضحة زي الشمس اهو، وده كله نتيجة تربية امك ودعاها بيك. لا اله الا الله، ما تهدى بقى يا ابو عصام. ما تقولنيش يا ابو زفت ابدا، انا خلاص انا ما خلفتش غير صابرين وبس. الله، هو فيه ايه؟ عمال انت حاسبه فيه وكانوا سايبين البنات اللي اهاليهم ما عرفوش يربوهم، دي بنات عايزة الحرب. ما شاء الله عليكي، بقى البنات الصغيرة المراهقة عايزة الحرق، ولا ابنك العائل ده؟ ها؟ انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت شطان يا اخي؟ الحمد لله، الحمد لله ان انا لميت الموضوع، الحمد لله ان انا قدرت الم الموضوع. يا ابو عصام اهدى بس، اهدى. ولولا كده كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. كان زمان فيديوهاتك مغرقة على الانترنت بفضايحك. بيضيع مستقبله بايده. بيضيع مستقبله بايده. صل على النبي، صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. ايه ده بس يا عصام؟ عصام انا رايي بقى ان انتوا لازم تشوفوا له بنت الحلال، ما ينفعش كده يفضل مؤاخذه. إيه؟ يعني حلال ايه وحرام ايه يا رؤوف؟ هو اللي زي ده يقدر يتحمل مسؤوليه ولا يفتح بيت؟ ها؟ ده ابن امه. الله، استغفر الله العظيم، انت السبب في كل ده، انت السبب. معلش يا ابني، معلش يا رؤوف، انا اسف، تعبناك معانا يا ابني، تعبناك. ولا تعب ولا حاجه، ولا تعب ولا حاجه، حصل خير الحمد لله. يعني بس فكروا في اللي انا قلته لكم ده. حاضر. يلا. حاضر يا حبيبي، شكرا. مع السلامة حبيبتي. السلام عليكم. مع السلامة. صلي على النبي بقى. يعني ايه مش هتدخلي الامتحان؟ انت اتجننتي ولا شكلك كده؟ انا مش هروح المدرسة تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ عايزة تاخدي كأس العالم في الفشل زي اخوكي؟ ولا جايز عايزة جدك يشمت فيا ويقول اني ما عرفتش اربيكي؟ تربية ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ دي المرة الوحيدة اللي انا جيت حكيت لك على الواد اللي كلمني على الانترنت، خدتي مني الموبايل وعاقبتيني وبقيت خلاص شخص مش موثوق فيه وما ينفعش يخرج من البيت. في نفس الوقت اللي الراجل الغريب دخل بيته وبتسميني معاه في البيت عادي بالساعات. هو انت عمرك فكرتي كده؟ تقعدي معايا زي اي ام وتسمعيني وتشوفي ايه مشاكلي وتحاولي بس تحليها لي؟ ده انا عمري في حياتي ما سمعت منك ولا كلمة واحدة عدلة. حتى بابي كل مشكلته في الحياة ان هو بس يجمع فلوس. طبيعي، ما لقيتش اي حد في الدنيا يسمعني غير عصام. نعم يا اختي، والمفروض ايه؟ نسيب اشغالنا اللي بتصرف عليكي وعلى اخوكي ونقعد نطبطب عليكي وندلع فيكي؟ ثم تعالي هنا، ازاي بنت تكلم امها بالطريقة دي؟ هي اكيد احسن من الطريقة اللي عملتي بيها جد اخر مرة، وطردتيه من بيتك وطلعتيه حرامي، وهو اصلا كان بيدافع عني عشان يخرجني المصيبة اللي انا فيها. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا اللي سرقت مش جده. وانت ايه اللي خليك تسرقي؟ ناقصك ايه عشان تسرقي؟ ناقصني ان انتوا تحبوني، ده اللي ناقصني. انت وبابي خلاص دمرتوني كل حياتي. اطلعي بره، اطلعي بره، انا مش عايز اشوف حد في بيتكم. اطلعي بره بقى، اطلعي بره من حياتي خلاص. خلاص بقى. انت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ كنت مستني نتيجه التعقيدات تخلص، وكان لازم نوصل للشخص اللي بيبتزهم بالفيديوهات دي. انا اصلا الموضوع مش داخل في دماغي من الاساس.
الاساس اصلا، لان عصام اخويا عمره ما عمل كده. قصدك يا صابرين؟ قصدي ان انت عايز تبوظ سمعة عيلتنا وتفضحنا عشان ترضي ام حضرتك اللي هي مش طايقاني من ساعة ما اتجوزنا. انت اتجننتي على فكرة، اللي انت بتقوليه ده يا حبيبتي. يعني انا هرفق له التهمة دي؟ الله، يعني انا ممكن اعمل كده وافضح نفسي؟ انت اتجننتي؟ انت ازاي اساسا تسيب اخو مراتك يتحقق معاه؟ انا مش فاهمة. كنت عايزاني اعمل ايه؟ الله، تعمل له ايه؟ اتسطر عليه؟ انت تحمدي ربنا انه خرج منها. يا مدام ده كان ممكن يلبس قضية التخرير بقصر، عارف يعني ايه التخرير بقصر؟ كان ممكن يلبس قضية نشر فيديوهات فاضحة لطالبات المدرسة اللي هو بيشتغل فيها يا مدام. بقولك يا روف، انا اخويا مش مجرم، وخلي بالك من كلامك. طيب روحي صالحي يا حبيبتي، روحي صالحي وقولي له يعملها تاني وتالت، يكررها عادي، يكررها، خليه يكررها عادي وجيب الغلط عليا انا، مش انا اللي غلطان. تصدق ان انا الغلطان ان انا وقفت جنبه في الازمه دي؟ بعدين تعالي هنا، انا عايز اتغدى جعان. الله، منا هي اللي كانت بتسرق، احنا عمرنا ما حرمناها من حاجه. لا يا جمال، الموضوع اكبر من كده. انت ما شفتش البنت كانت عامله ازاي فوق؟ البنت منهاره على اخرها. الموضوع كبير مش صغير يا جمال. انت لو بتتابع عيالك يا استاذه كنت عرفت عنهم كل حاجه، لكن انت مهتمه بالقضايا وباسمك وبس. يا سلام، وبسلامتك كنت فين؟ ده انت طول الوقت بعيد عن البيت وبتعامله كانه اوتيل. ده غير الست الشمال اللي انت رحت اتجوزتها وبتصرف عليها دم قلبك. يا ده مش وقت الكلام ده، احنا في ايه ولا في ايه؟ الورق ده يخصك؟ ورق الورق ده جالك ازاي؟ هو ده اللي يفرق معاكي؟ جالي ازاي؟ الورق ده لقيته على مكتبي النهارده الصبح، شكله كده يخصك. انت عايز مني ايه؟ ازاي ضميرك يسمح لك انك انت تجري في اعضاء الناس؟ انا وقتها عملت التنازلات بس، وبعدين انا ما غصبتش حد، الناس باعت وقبضت الثمن. تستغلي حاجة الناس وتقولي ما غصبتش على حد؟ انت جاي تحاسبني على حاجه عملتها من 12 سنه؟ انا ما كانش ليا اي دعوه بالبزنس ده، كل اللي عملته شغل قانوني وبس. اول مره احس ان انا عاجز ومش عارف اعمل ايه، ابلغ عن بنتي ولا اخالف ضميري واسكت؟ لو انت تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهاده تقدير. وما تنساش بقى تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ، و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك، جايز كده ارتاح ضميرك.
كنت هطرده من الاول، بس ما رضيتش عشان خاطرك. تعالى هنا. انت مش قلت لي ان انت اتخلصت من الورق؟ ابوك الدنيا مقلوبه عليا بسببه، وفي ناس كتير متضايقه من اللي بيعمله ممكن يسكتوه، وانا ما عنديش استعداد اخسرهم. وبعدين الدنيا علمتنا حبيبتي ما تخلصش من ترطفه ورق حتى، لان كل حاجه بيجي لها وقت ونحتاج لها.